في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، مع تزوير رقم تسلسلي لها وتزوير مختلف الوثائق الإدارية. بعد تحديد المشتبه فيه الأول تم رصد جميع تحركاته، إن تمت مباغتته وإلقاء القبض عليه ليتم الضبط بحوزته وصل إيداع رخصة سياقة وطنية مزور المعني كان محل 5 أوامر بالقبض خاصة بسرقة المركبات والتزوير. أفضت عملية التفتيش والتحقيق مع المعني إلى توقيف 3 أشخاص مع حجز 5 مركبات زائد دراجة نارية، بطاقة تسجيل ورخص سياقة مزورة، وصولات إدارية أخرى مزورة طابعة تستعمل في التزوير، وكذا مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع، علب تحكم عن بعد للتشويش على أصحاب المركبات عند غلقها. التحقيق المعمق في القضية مكن من حل عدة قضايا عالقة بإقليم ولاية الجزائر والولايات المجاورة امتدت حتى الغرب الجزائري. بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.